بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي اللي بتتابعني. النهارده بقى هنغسل مع بعض المواعين وننظم كده المطبخ بعد الكارثه اللي منا عملتها لي. زي ما انتم شايفين كميه المواعين قد ايه، وكمان الناحيه التانيه في حاجات، والبوتاجاز عماله تحايل عليها تغسلهم مش راضيه، تعبت ومش قادره. عملت شويه مكرونه يا جماعه، تعبت مش عارفه هعمل ايه. طيب فهخليني انا اللي اغسلهم سريعا سريعا كده عشان ننجز بسرعه ونخلص. عايزه اقول لكم ان انا صلحت الكاتل، قولوا لي مبروك بقى. كنت ركناه حوالي اكتر من نقول ايه 6 شهور، 6 شهور على 15 جنيه. يعني لما وديته للراجل قال لي يا مدام بعد ما اخلص، قال لي 15 جنيه. فبقيت في حاله ذهول، طب ليه انا كنت عامله كده وليه ما صلحتوش من الاول؟ كنت مستنيه اجيب واحد جديد بصراحه. فلما رحت صلحته حيته ب 15 جنيه. كان في سلكه من جوه فاصله فاتصلحت بس كده. حطيت بقى هنا السجاده دي عشان خاطر اللي يتغسل اطلعه عليها على طول. هامله كده العلبه اللي هي بتاعت الميه والصابون، وهحط بقى صابون، مش بحط كتير لان هو فعلا بيرغي جامد، وكمان بيخلي الريحه حلوه جدا. هستعمل الاسبونشه بس قبل ما اعمل بقى هبوش دي كده في شويه ميه علشان خاطر تبقى معايا بايشه كده لما اجي اغسلها تتعمل على طول. يعني خلاص كده هبدا بقى انا اغسلهم، مش هياخدوا مني وقت خالص علشان خاطر هم اصلا ما فيش غير هي الحله دي، يعتبر هي اللي مطرح البشاميل والباقي كله مطرح المقادير اللي احنا كنا حاطينهم فيها. بس كده اللي هغسله هشطفه اول باول عشان المساحه عندي. بس دي كده الحله كنت عامله فيها البشاميل هغسلها. طبعا انا هعمل لكم ريفيو عن الحلل دوت، ما تقلقوش، بس مستنيه ان انا استخدمها شويه، بس هي حلوه بصراحه يعني. بس هنعمل عليها ريفيو كده ونظبط كل حاجه فيها واجرب كل حاجه واقول لكم رايي فيها بكل صراحه، واقول لكم كمان اسم الشركه اللي هي منها، واوريكم الكرتونه عشان اللي حابه تشتري منها تشتري على ضمانتي. بصي زي الفل. على فكرة انا استعملت فيها المعالق العادية كمان، ولا خشب ولا سيليكون، عشان اعرف جودتها قد ايه كويسة. اللي اغسله بقى هطلعه كده على طول عشان نخلص منه اول باول. زي ما قلتلكوا اصلا هي مش مواعين كتير ولا اي حاجة. طبعا الفيديو بقى اللي هو بتاع المكرونة البشاميل دوت هسيبهولك في صندوق الوصف عشان تتفرج عليه وتشوفي المكرونة اللي منا عملتها شكلها ايه واخبارها ايه طعمها ايه، يا ترى عملتها حلوة زي مامتها ولا ايه بالظبط. عايزة اقولك موضوع الاكل دوت بيبقى مزاج. مزاج ازاي يا هبه؟ مزاج يعني، طول ما انت مزاجك رايق هتخش المطبخ هتطلعي احلى اكل انت ممكن تعمليه، لكن طول ما انت مزاجك مش رايق ومتعكنن كده ومتضايقه وزهقانه ومش طايقه نفسك، مهما تعملي مليون اكله عمرها ما تطلع منك حلوه، صدقيني وعن تجربه. سلك كده الحوض عشان خاطر كل حاجه معانا. صابون تاني نبدأ بقى نغسل الأطباق ديت. الأطباق دي حلوة كل حاجة، بس المشكلة اللي هي ايه، عشان مموجة كده فبتبقى صعبة شوية. جالي كومنتات عايزين استعدادات للشتاء، ان شاء الله هنعملها مع بعض ما تقلقوش. هنعمل استعدادات كتير مع بعض وهنروح نشتري الهدوم مع بعض وهنعمل كل حاجة. هاخدكم معايا الأسبوع الجاي وانا بشتري حاجات كده للولاد، وهعرفكم الأماكن وسعر الحاجات اللي انا هشتريها، سعرها ايه، جبتها منين، الناس بقى اللي عندي في القاهرة يعني. اماكن بتبيع الحاجة سعرها يعتبر بسعر الجملة عن ما تروح تشتري واحدة او اتنين من برة. لا هتجيب الستة مع بعض انت بقى، او مثلا انت واخت جوزك، انت وسلفتك، انت واختك وولادكم اللي قد بعض قد بعض مثلا،
تاخدي انت اتنين، كل واحد اتنين، هتاخدي مثلا انت تلاتة وانت او هي تلاتة. عايزة تخلي الستة ليهم علشان الشتا، سواء بقى هي البناطيل اللي هي الداخلية اللي هي اللي بتلبس من تحت الهدوم للاطفال، او التيشيرتات اللي هي بتبقى الكم اللي بتدفي ديت، او الدفايات اللي هي اللي نازلة جديدة بس لونها سادة اللي هي دايس. هنجيبها وهقول لكم اسعارها ايه، تبدأ من سن كام لحد سن كام، يعني كل الحاجات دي بقى هنقولها مع بعض وهوريها لكم خطوه بخطوه. بصوا خلصنا المواعين بسرعه ازاي، ما خدتش وقت بس لسه طبعا لسه البوتاجاز يا جماعه لسه. دي الكوبايه هستعمل لها بقى الاسبونشه بتاعتها، عاملاها اسبونشه لونها صفرة. بصوا كده خلاص قربت اخلص خلاص. في حاجه تاني هنا، كده تمام قوي، المعالق لسه. بشكر كل حد طبعا قال لي كل سنه وانتم طيبه، بجد يعني انتوا ناس قمه في الذوق. شكرتكم الفيديو اللي فات، بس بجد يعني لقيت بعديها ناس داخله تاني وتشكرني وتعايد عليا وتقول لي كل سنه وانتم طيبه يا هبه. بجد يعني الاحساس دوت حلو قوي 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 لما تلاقي ربنا كده محبب فيك خلقه، وناس كتير بتحبك حتى من غير ما يشوفوني، يعني دي كفايه قوي عند ربنا اللي يعني ايه، ناس كتير بتحبني من غير حتى ما تشوفني. ببقى فرحانه قوي وسعيده جدا بكلامكم اللي في التعليقات، بلاقي ناس بتبقى اول مره تعلق لي وتقول لي هبه احنا بنعلق لك الكومنت الاكونت دوت باسم جوزي او باسم اخويا او باسم بابايا، لكن انا بنوته واحده ست يعني. بجد ببقى فرحانه قوي اللي هي اهتمت بالموضوع وعلقت لي وكده، يعني تقول انا اول مره اكتب لك وكده علشان خاطر حبيتك من قلبي. بجد يعني ببقى فرحانه قوي بالكومنتات اللي بتجيلي ديت، وسعيده بصراحه مش عارفه اعبر يعني. اكيد انتوا حاسين بيا دلوقتي، انا برد على كل حد بيكتب لي اي كومنت برد عليه على طول. كده خلاص هحط شويه صابون كده، نبدا بقى نغسل الحله. جالي برده كومنتات كتير قوي، يا هبه قول لنا رايك في الحلل ديت. عايزه اقول لك للحلل اللي هي الاستانلس ما انصحش اي عروسه تجيبها، حتى لو ماركه ايه زهران او ماركه زينوكس، بجد مش حلوه بصراحه. دي تجربه شخصيه وانا هقول لك رايي بكل صراحه. اولا ما ينفعش تعملي فيها رز، تمام؟ ما ينفعش تعملي فيها مكرونه محمره، ما ينفعش تعملي فيها محشي، هتلزق منك وتبوظ الدنيا ويبقى طعمها مش حلو. لدرجه الرز بلبن، الرز بلبن شاط مني وانا بعمله في الحمام، وخلت الرز بلبن ريحته وحشه جدا وطعمه كمان وحش جدا. هي عايزه ايه؟ عايزه سليق. سليق ازاي؟ يعني مثلا تسلقي فيها بقى لحمه، تسلقي فيها مكرونه، تسلقي فيها فراخ، تعملي مثلا فيها طبخه بسله، سبانخ، حاجات يعني كده سايله، مش عايزه حاجه من اللي هي بتلزق على النار زي الرز والحاجات ديت. الغطا بتاعها كمان نغسله. خلاص دلوقتي خلصت هنا، تعالي معايا بقى نشوف هنعمل ايه في البوتاجاز. انا بعد ما هي خلصت المكرونه البشاميل فاض كده شويه لحمه. محتاره تعملي ايه، اكل ايه للولاد في المدرسه لما يفيد منك حاجه زي كده. ممكن تكسري عليها بيضتين وتقليهم على النار، بيبقى زي البلو بيف طعمه حلو جدا، وتعملي سندوتشات للفينو. تمشي نفسك مثلا عامله مسقعه وفاض عندك شويه لحمه مفرومه تحطيهم عليها، حاجات زي كده بتنفع قوي وما بتقولش لا، بتسد معاكي في كل الاكلات. كده خلصت، خلصت هنعمل بقى البوتاجاز مع بعض. امسح ديت، هشيل العيون ديت، بعد كده بقى نصبن البوتاجاز. بص انا لحقته على طول قبل ما ايه ما البشاميل او الحاجه اللي هي وقعت عليه تلزق، هتلاقيه خلص معاكي بسرعه جدا.
نعمل بقى هناك برضو. بصي بقى زي الفل ازاي. هشطب بقى الفوطه ديت وارجع اعمل الناحيه الثانيه عشان خاطر بقى فيها صابون كتير. نعمل هناك برضو مع بعض. كده خلاص البوتاجاز بقى معايا زي الفل. هبدا احط بقى الحوامل بتاعته ونرجع بقى هنا نغسل مع بعض الجريل. دي الليفه اللي احنا غسلنا بيها البوتاجاز، خلاص هشيلها بقى. تمام كده نظبط برده هنا كده الرخامه. نغسل بقى الجريل ده. كده خلاص. كمان بقى ديت برضه عشان ما ننساهاش يعني وما يطلعش بقى مواعين تاني. كده الدنيا خلاص بقت زي الفل، كله تمام. 100 فل و10. نغسل كمان فوط المطبخ دي. لو في حاجة عايزة تتريق نرميها على طول. كده 100 100. يلا بينا بقى نحط كل حاجه مكانها عشان نظبط المطبخ والايه ويبقى كله تمام. حط الحله دي مع الحله الثانيه دي، هدخلها التلاجة بس وانا خارجه بقى من المطبخ هاخدها معايا. بتاعت الهاند بلندر برضه هشيلها. حاولي بعد ما تخلصي كده عشان تحسي ان انت خلصتي لازم تخلصي المطبخ، ما ينفعش تسيبي في حاجه وتخرجي، كل حاجه تروح مكانها. كده تمام قوي الاطباق بقى والعده ديت. مش هينفع هنا، يبقى كده كده تمام قوي. بصي كده خلاص فضيت المكان، هشيل ازازة الزيت. الكوباية ديت تقريبا مش نضيفة، احطها هنا. ودي خلاص دي بعلقها على ايد البوتاجاز علشان خاطر لو فيها مية ولا حاجة تتصفى عليها. وهنا بقى دنيا كده نظيفة وزي الفل. دي سلكة لسه جايباها، هفتحها برضه عشان تبقى ايه، لان التانية رميتها الصبح. هحطها بقى مع التانيين. وده البن هحطه في البطرمان بتاعه. عايزة اقول لكم ان العلب ديت مية حبيبة قلبي، اختي وحبيبتي ومتابعة للقناة عندي، جابتهم لي من حوالي 6 شهور مع العلب التانية. بس بقى قلت ايه كتغيير يعني اطلعهم استعملهم كده واحس ببهجة الحاجة الجديدة. هما ثلاثة مع بعض، هوريكم دلوقتي شكلهم عامل ازاي. ده البن اللي انا بستخدمه، بصوا ده كده شكلهم اهو. بصوا ده كده شكله يعني حبيبه قلبي يا مي، ربنا يخليكي ليا يا رب. انا المفروض احطهم على الرخامه، انا مش عارفه هو واضح لكم ولا لا، المفروض احطهم على الرخامه كده بالشكل الحلو الجميل دوت. بس للاسف بقى الرخامه عندي زي ما انتم شايفين كده صغيره جدا، فلو حطيت عليها حاجه مش هعرف ولا اطبخ ولا هعيش حياتي في المطبخ ولا اي حاجه، فلازم اطلعهم فوق. هم باينين طبعا فوق علشان خاطر الرخامه تبقى عندي واسعه كده وشكلها حلو. بصوا بحطهم هنا كده للناس المتابعه عندي جديده، هنا كده
بحط دي وديت وديت. بحط بقى ايه علب الكبريت ديت ايه فوقيها كده، مش عارفه انا مطلعه علب كبريت كتير بس ما علينا. تعالي نحطهم كده كلهم مع بعض. بصوا كل علبه، تعالوا اضحككم عليا، بصوا كل علبه فيها ايه. فيها واحده اتنين. ارمي دي منا في الباسكت. لا بجد يعني ما شاء الله عليا، ما شاء الله ما شاء الله يعني. بس هي اهو كده خلاص رمينا كله، هي واحده بس اللي هتفضل موجوده الشكل ده كده. لا خلاص خلاص كده. بصوا بقى حطاهم فين، حطاهم فوق هنا كده اهو بالشكل ده. وهنا بقى حاطه البطرمانات اللي هي بتاعت الكمون والملح والفلفل الاسود، ودي العلب اللي هي اللي كانت فيها الشاي والسكر برضو. مي هي اللي كانت جايباهم لي، بس بقى زي ما قلت لكم كده زهقت شويه وقلت اغير. حطيتهم هنا فاضيين غسلاهم، مش عارفه لسه هحط فيهم ايه. حاطه، لا للاسف حاطه اسفه، حاطه واحده فيها ينسون واحده فيها حاطه بواكي الشاي اللي هي الاخضر، واللي فوق دي لسه فاضيه ما حطيتش فيها اي حاجه. وهنا بقيت التوابل، وعندي هنا بقى كده لما بعوز ان انا انور حاجه بنورها كده. بصوا بتدي اضاءه شكلها حلو. حطها من رمضان اللي فات، لا اللي قبليه، ولحد دلوقتي ما شاء الله عليها عايشه. ما اتقطعتش ولا اي حاجه. انا عارفه ان انا لو شلتها من مكانها هتتقطع ومش هينفع ان انا استخدمها تاني. بس كده المطبخ عندي بقى رايق اهو وزي الفل. واللي سالتني بتلمعي الرخامه بتاعتك بايه، بلمعها بالخل، خل وشويه ميه بترجع على الرخامه جديده وزي الفل. كده الدنيا بقت نظيفه. الكوبايه دي اغسلها، والحلل دي هاخدها وانا خارجه احطها في التربو زي ما قلت لكم، مخصصه تربو في اوضه النوم، حاطه في الحلل وحاطه في الحاجه. والعلبه دي هاخدها وانا خارجه احطها في الثلاجه. وبس كده خلاص الدنيا عندي بقت رايقه وزي الفل، وعينيا شايفه كل حاجه نظيفه احسن حاجه. بس كده اتمنى النهارده يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك، لو انت اول مره تشرفيني ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتنا اول باول، وتنضمي للعيله بتاعتنا الكبيره لعل وعسى تعجبك. والسلام عليكم ورحمه.